السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا رانيا جهزت الغدا؟ على ما تغسل ايدك هيبقى على السفره. طيب بسرعه عشان عايز ارجع البازار تاني. طب خلنا ايه النهارده؟ شوربه عدس بالبشاميل. شوربه عدس بالبشاميل؟ ده ايه العك ده؟ عدس يا بيبي مش عك عدس. ده انا حطلك في العدس ده شعريه بالبشاميل بحبيبات البازلاء وهيبقى الطعم مختلف. انا لو منك اجيب سندوتشين من بره. ده انا حطيت المعلقه في السلطانيه ساحت. يا حماسي يا حبيبتي انا حاطه في العدس بيكربونات الصوديوم علشان تقتل اي جراثيم موجوده في المعده. يا جماعه حد يطبخ ويخلصنا بقى من الاطعمه الفاسده دي. هنعمل لك ايه؟ مراتك محرجه علينا نخش المطبخ عشان تعك بمزاجها. يو من فضلكم بقى يا وش يا وش على بنوتي. يعني انا اول ما اتجوزت انا كنت بطبخ الطبيخ الكومبلونش ده، لكن بعد كده بعد فتره صغننه اتعلمت. فتره ايه؟ ده انا متجوز بقى لي 10 سنين. كل حاجه دوق يا حبيبي، دوق صنعه ايديا وهتقولي ان انت دوقت حاجه فظيعه وما حصلتش. ايوه بس يعني هاكل الشوربه دي بالشوكه ازاي؟ ما هو يا حبيبي ده اصله اكل بنجلاديشي ذو سمعه طيبه وليه طريقه اكل. خد اتفضل. هاكل بكتالوج؟ يا نهار اسود. لا 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 انا هاكل بطريقتي انا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا سرعت. في ايه يا عادل مالك؟ اغرب طعم دخل بقي في خلال رحله حياتي. يا ابني هين قرشك ولا تهين بطنك، اطلع بره وكل. مش معقول بجد، مش معقول بقى كده. يعني اكيدي هو ناقص شويه ملح شويه فلفل شويه رحمه بقى. يوه هو انتوا مفيش حد فيكم فاهمني خالص يا جماعه. في حاجه اسمها الاكل الكيفي والاكل الكمي. بصي وفي حاجه اسمها لا تطبخي يا رانيا ولا عايزين ناكل منك اكل بقى. يا عادل افهمني الله يخليك. هو مش في لعيبه كوره جامدين جدا جدا بيلعبوا كويس قوي في الملعب الكبير ولما بيجوا يلعبوا في الخماسيات بتاعتهم بيعكوا ما بيعرفوش يلعبوا؟ انت ايش عرفك باللعيبه اصلا؟ اللعيب لعيب في اي حته يا هانم. لا طبعا انا اعرف اطبخ بس لما تبقى الاحجام غزيره. دي حجه البليد. حجه البليد ايه؟ لا مفيش بليد ولا حاجه، هي كل حكايه بس ان انا النسب. في حاجه اسمها النسب، انا نسبي لازم تبقى فخمه عشان اعرف ابدع. ها واضح ان انا مش هعرف اكل في بيتنا خالص، وكتالوج جايبهولي حضرتك عشان اكل بيه الشوربه. انا عودا سريعا ان شاء الله لاكل الشارع. منك لله يا رانيا. سلام عليكم. سلام عليكم. يا جماعه هناكل ايه؟ يعني هناكل ايه؟ مفيش غير مطعم مد ايدك وده اكله كله طعم واحد، الفراخ زي السمك. يعني الفراخ بتلاقوا فيها شوكولا ليه؟ بصراحه مهرجه عنده حق، الواحد مصري ونشفت من الاكل اللي بره. الواحد نفسه في اكله بيتي كده يرم العظم واللحم. طب ما بتروحوش تاكلوا في بيوتكم ليه؟ المشوار بعيد والدنيا زحمه، ولو روحت اذ ربما انا انتخ وما ارجعش تاني، ولا غلط؟ لا مش غلط. طيب شوفوا بقى هتاكلونا ايه النهارده. الله انت مش قلت رايح اتغدى وجاي؟ والله يعني انا صراحه بعد ما روحت يعني قلت مش معقوله اسيب المعلم مهرجه والمعلم تيتي ياكلوا لوحدهم، لازم اكل معاهم يعني. طب ما تجيب حاجه من البيت ونشاركك فيها. الصراحه يعني يا معلمين انا مش عايز اخسركم يعني. خد يا تيتي 50 جنيه عايز اي حاجه. ايه ده؟ اي حاجه ب 50 جنيه؟ النفر مننا بيصرف 50 جنيه في الاكل بره. حسبتها مع نفسي لقيت نفسي باكل ب 1500 جنيه في الشهر. 1500 جنيه؟ يا نهار ابيض ده مبلغ ضخم جدا. وانا شارحه وكل المعلمين اللي مستنيين الاكل دول كده برضه. انت بس اللي مش حاسس عشان بيتكم خطوتين من هنا. هو قريب زي بعيد يعني ما تفرقش يعني، بس عموما اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. مفيش واحد قريبه ونفسها حلو تعمل لنا اكل بيتي زي ام دهب الله يرحمها. من طاجن الباميه باللحم الضاني بتاعها ده. ام دهب و1500 جنيه في الشهر، ده اكيد كانت محوشه دهب. 1500 جنيه في 10 انفار يساوي 15000 جنيه. 15000 ايه دول؟ انت بعت الموبايل بتاعك ولا ايه؟ الموبايل بتاعي هبيعه ب 15000 جنيه؟ دي دراسه جدوى يا غبي.
جدول ايه بس يا دولا اللي انتوا بتدرسوه ده؟ جدول الضرب ده بقى على فكره ما منوش اي فايده، يعني مثلا يقول لك 9 في 5، طب يا دولا يعني ازاي يعني التسعه الكبيره دي نضربها في الخمسه الزغنطيطه المدوره دي؟ مش حرام دي؟ انت صعبان عليك ان الخمسه صغيره والتسعه كبيره. طب 5 في 0 بكام يا رمزي؟ 5 و0 50. طب الحمد لله ان انا ما مسكتكش الحسابات، اقعد ساكت بقى. طب دولا يعني ما قلتليش انت ناوي تعمل ايه؟ مسكتك الكنكولوليتور دي على فكره معناها انك هتتصل بحد. الكنكولوليتور ده انت عمرك ما استعملته قبل كده يا رمزي؟ لا يا دولا ده انا ياما رنيت منه. رنيت منه. بص يا رمزي انا مش عافر معاك، يعني انا عايز افهمك حاجه، انت برضو يعني ابن عمي، واذا ربما حد يفتكر انك ذكي يعني. انا بفكر في مشروع، يعني عارف انت الجماعه اللي هم اصحاب المحلات اللي حوالينا طول الاسبوع بيقعدوا ياكلوا من المحلات اللي في الشارع وبيدفعوا فلوس كتيره جدا، فلوس دي بقى مين اولى بيها؟ يالا عيالهم طبعا دول اولى بيها بدل اكلهم وصرمحتهم في الشوارع كده. يالا عيالهم، احنا مالنا ومال عيالهم؟ احنا اللي اولى بالفلوس دي. يالا انا قررت اعمل مشروع جديد. ايوه كده بقى يا عم، بقى ريحنا كده ونقوم قافلين بقى البازار وجايبين ضرافو علشان بقى التماثيل اللي بيقعدوا يتخانقوا ويدوشوني بالليل. بالليل ايه؟ انت لا فاهم اللي انا بقوله ولا فاهم اللي انت بتقوله. عايز تجيب ضرافو في البازار وخلاص؟ لا يا غبي، انا المشروع اللي انا بفكر فيه ده يا رمزي عايز اعمله جنب البازار. الله يا دولة. طب وانا بقى يا عم هعمل ايه؟ انت ليك دور جامد قوي. يلا هشتري لك عجله هتوصل عليها الطلبات للناس. الله يا دولة، الله يا حبيبي يا ابن عمي، الله. انا بقى يا دولة هركب بقى العجله دي على من ايطاليا كده هون، واعمل كرانيش للبتاع العجل بتاعهم دولت يا دولة، وهجيب بقى النمر بتاعه العربيه اللي انا سرقتها اللي بتقف قدام البازار بره دي، واقوم راكبها في البسكريت. انت سرقت نمر بتاعت عربيه كانت واقفه قدام البازار؟ العربيه دي لونها ايه؟ لونها اصفر. والعربيه اللي انا كل يوم بقول لك روح اغسلها لونها ايه؟ بتاعتي اصفر. وبتقف فين عربيتي؟ قدام البازار يا دول. تقف قدام البازار. سؤال تاني كمان. عارف ده ايه؟ ده كرباج يا دول. ده كرباج. بيستعمل ايه الكرباج ده؟ بنضرب بيه الحيوانات. الحيوانات اللي بتسرق نمر بتاعت عربيتي. تسرق نمر عربيتي؟ والله يا دول مش قصدك تسرق. مش قصدك. لا يا دول والنبي، لا يا دول. ده انا بهدلك. سرقت كام نمره؟ هي نمره واحده كل يوم بسرقها مرتين. عظيمة، الحمد لله يا رب، اخيرا لقيت الفكره اللي هتخليني ابرز مواهبي المدفونه الفطريه. رانيا يا حبيبتي معلش، انا هعتمد ان انا اهمش دورك خالص. النجاح بتاع المشروع ده بيعتمد ان انت ما تمديش ايدك في الاكل. انت هتبقي صبي سادس بعد ياسمين اصلا يعني. ومين اللي هيكون الكوماندانو؟ انا؟ لا حماتي، لكن في الخطة إن شاء الله. يعني أنا بفكر إن شاء الله أفتح مشروع في فرنسا، أنت اللي تمسكي بقى المشروع وتبقي الكوماندا في فرنسا، لأن سمعت إن الجماعة أصحاب المحلات اللي في شارع الشانزليزيه بياكلوا طول الوقت من الشارع، نبقى نورد لهم يعني. تري جونتي يا عادل، مش معقول إن أنت عارف إمكانياتي كويس خالص. يعني دلوقتي مين هيبقى الشيف؟ ماما طبعاً. حيث بقى الملوخية بالأرانب بقى بالدقية بتاعتها باللحمة المفرومة بالمسقعة تسلم لي يا حبيبي، يعني حظر التجول على المطبخ خلاص اتشال. بابا طب أنا هعمل إيه؟ انت يا ياسمين يا حبيبتي بقى هتعملي حاجتين. أول حاجة هتقطفي الملوخية، دي سهلة عبيطة قوي. تاني حاجة بقى يا حبيبتي هتعملي إيه؟ هتدوقي الأكل، لأن حاسة التذوق اللي عندك ما باظتش من أكل ماما زينا كلنا. طب قولي بقى هتدفع لنا كام؟ أنا لسه ما عملتش دراسة كاملة، يعني سيبوني وبعد كده هقدر كل واحدة حسب مجهودها هديها كام. بالنسبة لك أنت بقى يا رانيا، أعتقد إن أنت مش هيبقى لك أجر، يعني أنت هتعتمدي على التبس اللي هيجي من الزباين. ايه يا عادل الظلم اللي انت فيه ده يا اخي؟ بقى حرام عليك، اديني فرصتي بقى ابرز مواهبي. طب اقول لك سيبني اعمل الحلو. الحلو ايه؟ بصي المشروع ده ما فيهوش حلو، والمشروع ده كله وحش وخلاص. بصي يا عادل بقى، انا سيبني اعمل الديكوريشن بتاع الديشز. الديكوريشن ده هسيبك تعمليه، الدش احنا مش هنعمله دلوقتي لان مش في دماغنا نعمل اعلانات فضائيه خالص. عادل انا كلمتي لازم تكون مسموعه بما اني انا الكوماندوس. حاضر يا كوماندوس، انت كلمتك مسموعه. اي واحده فيهم ما تسمعش كلامك يا ماما قولي لي وانا هخصم، وشوف الخصم هيبقى شكله ايه. طبعا موافقين.
حد يطول يلاقي طبيخ بيتي وقول لا. بس نطلبه يتعمل لنا، اذ ربما نطلب القاس يتعمل لي القاس، اطلب كباب حله يجي لي كباب حله، دقيه باميه تتحفني بدقيه باميه، ولا غلط؟ جوعتنا يا تيتي. بص يا جماعه انا معاكم، واي اكل انتوا عايزينه انا تحت امركم يعني، بس انا لازم احاسب بالشهر عشان اعرف بقى اظبط مخزني واظبط مطبخي. بصراحه انا في قلبي ذره شك في مستوى مطبخ الجماعه بتوعك دول. لا 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 لا، اوعى تفكر او تشك اللحظه، اسال اهو المعلم تيتي. فاكر يا معلم تيتي اما عزمتك عندي مره واكلتك ملوخيه بالارانب؟ فاكر ده كان من فتره قبل الجواز. طبعا فاكر، الكلام ده كان من 10 سنين وكان يوم خميس الساعه 8 الظهر. ده لسه طعم الملوخيه في بقي. ايه ده، انت من ساعتها ما غسلتش بقك؟ الله اكبر، انا ما شكش في بق تيتي ولا مزاجه في الاكل. بص يا جماعه انا عامل الموضوع ده يعني خدمه ليك، ولو مش عايزين بلاش. هتدفعنا كام؟ زي ما بتدفعوا في المطعم بتاع مد ايدك ده بالظبط، بس ساعتها بقى لما تدوقوا الاكل مش هتخلوا حد يمد ايده معاكوا. وانا هدفع اشتراك 6 اشهر. وانا كمان. وانا كمان. وانا كمان. انت بقى بصي بقى يا ماما، بما ان انت قائده فانا اتفقت مع الترزي هيجيب لبس لكل الناس، كلكم هتلبسوا اللبس ده. لا انا مش هلبس زيهم، انا الكوماندوز. طبعا يا ماما، عشان انت الكوماندوز فلازم تبقي مميزه، عشان كده جبت لك طرطور احمر، هم طراطير بيضة كلهم. والفلوس انا مش هاخد زيهم. طبعا يا ماما، انت هديكي 2000 جنيه كل شهر، ال 2000 جنيه دي بقى تتصرفي منهم، تديهم مرتبات كل واحده على حسب مجهودها. عارف انا همشيهم على العجين ما يلخبطوش. ولازم تفتحي عينيك يا ماما. أيوة. ماشي، البضاعه اللي انا بجيبها تراجعي عليها اول باول عشان المال السايب يعلم السرقه، انت عارفه. أيوة طبعا. ايوه 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 ايوه. دول يا حبيبي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت مين اللي انت طالبه يا عم؟ ادخل يا محمود. تعالى يا محمد. يا دول كله تمام؟ ايه جبت كل حاجه؟ كله 100 100. دول عندك اهو يا جماعة، بعد إذنكم محدش يمد إيده على أي حاجة لما راجع. بس استنوا استنوا استنوا، محدش يمد إيده على حاجة. قول لي إيه اللي جبته بالظبط؟ أه دول كل اللي أنت عايزه، عدد واحد شكارة رز فقط لا غير بتاريخ 2/4 اللي هو النهاردة، قد تم إحضاره لتو. شايفين إنه تم إحضاره، هل لديك أشياء أخرى؟ أه يا دولا، وعندك كمان فخدتين على كتفك يا شيخ. حسدتهم أنت. كندوز أحمر فقط لا غير، وخمسة أكياس ملح قابلة للنفاذ، كرتونة مكرونة دولة فرط، وثلاث صفائح سمنة بلدي. صفيحة واحدة، أنت هتخنصر من أولها؟ ماشي، صفيحة واحدة فقط لا غير سمنة بلدي، وشريط كاسيت يا دولة. شريط كاسيت جايبه ليه؟ عشان تسجل الوارد يا دولة. يخرب بيتك، هسجل الوارد على الشريط؟ هات، مش دي البيانات كلها؟ ظبط الصفائح تبقى صفيحة واحدة. ماما اتفضلي امضي لي. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمضي امك؟ امال ايه؟ ده لو امي امضيها، امال ايه؟ يلا. واي حاجه تنقص انت حره، هبلغ فيكي. عايزك تركز معايا يا رمزي، العلبتين دول واحده فيها عكاوي وواحده فيها كوارع، دول بتوع المعلم تيتي ولا غلط؟ ها؟ حاضر يا دولا. بقول لك يا دولا، ما كفايه عليه علبه واحده يا عم، هو هياكل علبتين؟ يا غبي يا غبي، احنا بنبيع مش بنشتري. يا دولا، طب اذا كان بقى كده يا عم احنا نديله 10. انت بتفكر ليه؟ انا قلت لك فكر. بتفكر ليه؟ انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. طيب انا اسف يا دولا. واحد عايز علبتين اديله 10 ليه؟ انت مالك؟ انا اسف يا دولا. ايه كمان عندك بقى يا سيدي؟ في عندك الثلاث علب دول اهو، 1 2 3، دول بتوع المعلم مهرجه، واحده فيها مكرونه والثانيه فيها باميه والثالثه فيها سمك. ماشي. انا مش فاهم، حد ياكل سمك مع باميه؟ غبي غبي يا دولا. ما هو لولا اختلاف الاطعمه لفسدت الالسنه. الله على اللسان اللي بيقول الحكم. انا نفسي اللسان ده اشده كده واعمل لاي حد مثلا ايه كوارع باللسان بتاع حاجه كده. عندك بقى يا سيدي العلبتين دول بتوع المعلم عمرو بركات، والعلبتين دول بتوع المعلم طارق الشورى، وعندك العلبتين دول بتوع المعلم احمد جمال. ها ماشي يا دوله حبايبي، دوله يا دوله هتوديهم وترجع لي على طول تاخد الطلبيه اللي بعد كده. ماشي يا دوله. طب وانا بقى يا عم بقى فين علبتي؟ يا ده علبه ايه؟ يلا انت مش اساسا مستكتر الاكل ده على الزباين؟ خلاص اللي يفضل منهم خدوا ليك يا ده رمزي. ماشي يا دولا. يلا بسرعة بسرعة. صح يا دولا، صح. فريرة يا دولا، فريرة فريرة.
100 100. 100 100 ايه يا دولة؟ ده اذا كان المعلم تيتي لوحده يا عم اديلك 500. مساء الخير، انا طلع الشيل تاني صاحب مطعم مد ايدك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، وحضرتك مديت ايدك بقى ولا لسه؟ ده تلاقيه يا دولة يمد ايده ويضحك من الشحاتين. اهلا مؤاخذة اهلا مؤاخذة يا استاذ طلعت، اتفضل حضرتك اتفضل. ايش الواد رمزي بيحب يقول؟ قول 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 قول. حضرتك منور يعني، عموما يعني ما تزعلش، دي قضية بسيطة جدا، وبعدين لعلم حضرتك يعني خدها مني نصيحة، يا ريت انت بقى تقفل المطعم بتاع مدي ايدك ده وتقعد في بيتكو، وتكلمني بالتليفون ابعت لك على طول الاكل اللي انت عايزه. هتلاقيني بالبسكليتة عند بيتك بالدرجل. انتوا كده بتضربوني في اكل عيشي. معلش يا استاذ صلعت، حضرتك دي مش بايدينا يعني، البقاء للاجمل والاطعم والالذ الالذ الالذ. ما تفرحش قوي يا استاذ عادل، السوق ياما هنا وياما هناك، وزي ما نصحتني انا كمان هنصحك. يا عم بدل ما تنصحنا روح انصح انت نفسك، يا انت المطعم عندك بينش. بس يا رمزي رمزي، احنا لازم يبقى عندنا روح رياضيه، وخصوصا الاستاذ مش ده اللي بيطلع في الاعلانات بتاعه الفراخ يلا في التلفزيون. يا دولة. وحتى دي من انفلونزا الطيور. عندك ترخيص صحه؟ الصحه بومب والحمد لله. عندك سجل تجاري؟ يا عم احنا ما تفرقش معانا الحاجات دي، احنا الحمد لله معانا فلوس كتير، يعني بدل ما يبقى عندنا سجل نشتري 10. طب ايه رايك يا استاذ عادل لو انت بقيت المعلم الكبير وانا اشتغل عندك؟ معلش يا استاذ صلعت، يعني صراحه سمعتك مش قد كده يعني. طيب انا اشتري منك. تشتري مني ايه؟ يعني اشتري منك كل شهر اكل ب20,000 جنيه، ابيعه في المطعم عندي وانت مكسبك هيبقى الضعف. طيب وحضرتك ليه يعني ما تعملش الاكل ده في المطعم عندك؟ يا دولة يمكن الانبوبة فضيت. الحقيقة يا استاذ عادل الشيفات اللي عندي مش في ربع مستوى الطباخين اللي عندك، انا دقت اكلهم وهنيك. اذا كان كده يعني معلش. اوكي. ادي لسته بالطلبات اللي انا عايزها كل يوم، وبقى قائمه الاسعار بتاعتك. ماشي اوكي، ابعت لك كل يوم الطلبيه زي ما انت عايز. الفلوس بكره وكاش، كله كاش. مع الف سلامه. مع الف سلامه يا استاذ صلاح، انست وشرفت. شفت يالا؟ ايوه دول، انا عايزك يا دول تجمد قلبك وتخش في الحديد يا عم، هو لو ما اشتريش منك في مليون واحد هيشتري منك. انت تعديت يالا ولا ايه؟ الطلبيه كلها تمام. كباب الحله فين؟ اهو يا دول. حلو. فين ام علي؟ اللي جنبها. ماشي. ابو علي اللي جنبها يعني. اخت علي اهي. علي نفسه فين؟ اهو الاولاني ده يا دول. متاكد؟ متاكد يا دول. اوكي كده الطلبيه كلها تمام يا معلم. الحمد لله يا دول. بس انا يا دول دلوقتي انا هشيل الحاجات دي كلها ازاي على البسكليته دي؟ لا بسكليته ايه يا ابني، الاستاذ طلع بتاع مطعم مدي ايدك ده هيجيب بقى معاه ناس يشيلوها اكيد، ومعاهم عربيه نص نق. الشغل وسع. عادل باشا، خلصت الطلبيه؟ طلبيه واحده بس، ده انا مخلص النهارده بتاع 20 طلبيه، اعمل لي بالميت النهارده بتاع 12,000 جنيه. مش معقوله يا استاذ عادل كل يوم كده. لا لا لا، يوميا وساعات بيبقى اكتر من كده كمان. غلبان قوي استاذ طلعت، تلاقيه مثلا بيعمل ب 115 جنيه في اليوم ولا حاجه. اتفضل 5000 جنيه قيمه الطلبيه. اتفضل. 5000 جنيه ده اكبر مبلغ جاي لي يالا. 5000 مسكت متلبس ومعاك شريكك. متلبس ومعاك شريك مين ده؟ انت مين حضرتك؟ شغال من غير ترخيص صحة، جبت لك واحد من الصحة. شغال من غير سجل تجاري، جبت لك واحد من السجلات. شغال من غير بطاقة ضريبية، جبت لك واحد من الضرايب. الضرايب؟ أيوة صح. ده هو يالا شكله اللي بيطلع في بتاع خلي بالك من مصلحتك اولا ده يالا. يا دولة الف شكر والله حضرتك، متشكرين قوي يعني. احنا والله يعني ما كناش عندنا وقت نروح نجيب الحاجات دي كلها، وخصوصا بقى في شغل كتير وفلوس جايه وفلوس رايحه. بيتك يخرب بيتك، انت مش فاهم يالا، انت عايز تحبسني تحبسني. خد 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 الفلوس دي امسكوه هو حضرتك. اتفضل معايا. ليه كده بس يا عم شومان؟ ده احنا زملاء عيب يعني. حاضر اتفضل معايا. حاضر اتفضل. الله الله اتفضلوا. ايه ده؟ طب وانا مش هروح معاكوا؟ ايوه حضرتك حضرتك معاك فلوس اهو. بص يعني هو اللي اتفضل معانا. اتفضل 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 حضرتك اتفضل اتفضل. يلا الحمد لله مش اشكال المشروع يولع، المهم اني خلصت من رمزي. خلاص يا عادل.
فلوسنا كلها راحت. الحمد لله الحمد لله، فلوس كلها راحت في الكفالة اللي اتدفعت دي. والله كانت أيام حلوة. خسارة، كان عندي أمل كبير مع الوقت أخد بوزيشن كبير قوي. ليه مش هقطف ملوخية تاني؟ بس والله يا عادل، الأبارتمنت اللي حصل ده أنا سعيدة جدا إن أنت حاولت إن أنت تنقذ العيلة دي من الفلاس. حاول تفكر في فكرة تانية تكون مضمونة وما تزعلش. مفيش حاجة تزعلني، الحاجة الوحيدة بس اللي مزعلاني إن أنا هضطر أرجع لأكل رانيا تاني. فكرتني، طب خالكوا النهاردة إيه بقى؟ أكيد طبعا بقى يعني مكرونة خشبية مع مسامير تونة مثلا. تونة أبوس الهند بالزبيب الهند. عايزه الموبايل بتاعي تعملي بيه ايه يعني؟ هتدي للميس بتاعتك ميس ديكول عشان مثلا تقولي لها ان انت حليتي الواجب؟ انا شايفه ان دي احسن طريقه للتواصل تكنولوجيا وحل الهوم ورك بالاضافه للتواصل الانساني ما بين التلميذ والاستاذ. اه يعني انت رايك ان الجماعه بتوع التربيه والتعليم يسيبوا التعليم بقى ويشتغلوا في كروت الشحن؟ لا يا بابا، انا عاوزه الموبايل بتاعك عشان اخده معايا الفصل. مش معنى نرمين؟ قصدك ميس نرمين يعني؟ لا يا بابا، نرمين دي صاحبتي، معاها موبايل بكاميرتين بتصورنا بيه في الفسحه. طب ما دام الموبايل بتاعها بكاميرتين، انت خدي كاميرا واديها كاميرا. ياسمين انا 300,000 مره اقولك لو سمحتي ما تبصيش لحاجه غيرك. يمكن ما تعرفش ان الموبايل ده بتاعها مثلا كان في الجراب ولا حاجه يعني. لا لا يا عادل، لا، المبدا لا يتقطع يا عادل، ده مبدا. اه صح 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 يا رن. بصي بقى يا ياسمين يا حبيبتي، انت ما تبصيش لاي حاجه بتاعه اي حد، لان مثلا ممكن دي تجيب كاميرا النهارده، الثانيه مثلا ممكن تجيب مكنه تصوير مستندات، الثالثه طياره توصلها لغايه المدرسه، ما لناش دعوه بحد. مش معنى انت يا ماما يعني طلبتي مكنه كابتشينو من بابا زي بتاعه ام ميرفا؟ انت شفتيني جبتها لها؟ انت بتعرفيش اللي حصل بيني وبين ماما يوم ما طلبت الطلب ده؟ عادل يا عادل، لو سمحت انت وعدتني ان انت تجيب لي ماكينه الكابتشينو في عيد العمال. طيب وعيد العمال جه، انت شفتي فيه اي نسبه مثلا زادت على اجر العمال؟ اما يجي عيد العمال ان شاء الله. يا هاني افهم، كل اللي معايا 100,000 جنيه ومعرفش اذا كانوا هيكفوني الاسبوع ده ولا لا. ايوه طبعا لازم نقلل من خروجاتنا. انجي صاحبتي، اهلا وسهلا. لا طبعا مش للدرجه دي، الويك اند بتاعتنا هنقضيها زي كل اسبوع في فرنسا. اوه، هو ده اعلان موبايلات ولا انا مش فاهم حاجه؟ بقول لك انجي صاحبتي. يا ست عرفنا ان هي صاحبتك، انا مش عارف يعني بتصاحبي دايما اللي اقصر منك ليه يعني، ومع ذلك عرفنا ان دي انجي وانها صاحبتك وان هي مرتبطه بهاني مش علي. استني استني، مش دي انجي بنت محسن رستم اللي هو اكبر واحد صاحب كرة مشاتي ومصايف جزر الكاريبي؟ اه جزر الكاريبي بقى واللي حواليها اللي هي هونولولو وراس البر ودمياط الجديده. طبعا طبعا هو ليه استثمارات سياحيه في كل انحاء العالم، بس يا خساره بقى طلع اب مفتري. تصوري انه اتجوز السكرتيره بتاعته بعد ما مامتها ماتت. يا بنتي معروفه 99% من مديرين العالم تزوجنا بالسكرتيرات بتاعتهن، علشان كده انا ارفض رفضا باتا ان عادل يجيب اي واحده بنت سكرتيره عنده. طبعا انا اجيب سكرتيره ليه؟ انا كفايه رمزي مكفيني بغباوته يعني. بقول لك ايه، سؤال يعني، هي شحنه كارت بكام؟ كارت ايه يا ابي؟ ده باباها صاحب شبكة المحمول الرابعة. طب خليه بقى يجيب لي موبايل بكاميرا. بنت بنت بنت، قلنا ايه؟ ما نطلبش حاجة في ايد حد. بقولك ايه، هو ممكن يظبطنا يعني نمر مميزة؟ بص يا ابي، هي دلوقتي متخانقة مع باباها وجاية هنا اسبوع واحد بس تريح اعصابها وراجعة تاني. اوكي باي باي. معي هاي هاي نجلة، استقريت وهنام في انهي اوضة؟ طبعا في احسن اوضة، الاوضة دي. طب انا سو تايرد، هخش انام ولما اصحى تكوني جهزتي لي حمامي السخن. اوكي. لو سمحتي انكل. نعم. شنطتي في شنطة العربية، ممكن تنزل تجيبها لي؟ نعم. بيحصل ده؟ معقولة؟ معقولة يا رانيا هتيجي تقعد عندنا هنا؟ تقعد عندنا فين؟ وانا ناقص ده، انا عايش في سيرك يا ماما. ليش وطي صوتك يا عادل، البنت هتسمع برا. انا عايزها تسمع، عايزها تسمع. وبعدين انا تقول لي انزل هات لي شنطتي من شنطة العربية، انت سمعتيها وهي بتقول لي؟ يا بيبي هي مش كان قصدها خالص، ده هي شافتك الحمد لله كده، انت الوحيد اللي في البيت مفتول
العضلات وذو منكبين عريضين، فقالت انت الوحيد اللي هتنفع في المهمه دي. يا سلام، طب ما عندك الجماعه بتوع ابطال كمال الاجسام، ولا الناس اللي بيشيلوا حديد، ولا اللي بياخدوا بطولات وميداليات، بعد كده بقى دول يروحوا يشتغلوا في محطه مصر شايلين بقى. عادل عادل يا حبيبي، فين اخلاق ابن البلد؟ فين اخلاق الحاره المصريه؟ حاره مصريه؟ عايزانا افرج على اخلاق الحاره المصريه؟ هخرج افرجها حالا. وبعدين دي بنت دلوعه اساسا، ما تروح تقعد في اي جزيره ولا فيلا ولا قصر من قصور ابوها. يا عادل، ده عمل انسان يا عادل. انسين انت يا رانيا، انا ماليش دعوه بالموضوع ده، وبعدين انا مش مسؤول عنها يا ستي، دي مسؤوليه. بنت تيجي تقعد عندي في البيت دي مسؤوليه. اخس عليك يا عادل، حرام عليك يا عادل، انت مش حاسس بالمأساه والمعاناه لان جالها مرات اب. مالها مرات الاب؟ احنا شفنا ايه غلط من مرات الاب؟ مرات ابوها هتعمل لها ايه؟ هتبعتها تجيب لها جاز مثلا، ولا تبعتها مثلا تعمر لها وابور الجاي؟ يعني في ايه؟ في ايه معادي يعني؟ خلاص يا عادل، البنوته جايه تقعد عندنا اسبوع عشان تريح اعصابها وهتمشي. لعلمك كل اللي جم هنا اهو، اللي قاعدين بره وعاملين للسيرك دول، كلهم كانوا جايين عشان يريحوا اعصابهم لمده اسبوع، وبعدين لبدوا يا ماما، لبدوا. انا متاكده انها هتمشي، عارف ليه؟ لان الاحصائيات العلميه العالميه بتقول ان 99% من مديرين الشركات يتزوجن بسكرتيراتهن بيطلقهن بعد شهر. انا مش فاهم الاحصائيات دي انت بتجيبيها منين، وانت الوحيده اللي بتقري الحاجات دي في الكتب يعني. وبعدين افرضي بقى ابوها طلق السكرتيره بتاعته دي، هتيجي تقعد هي كمان عندنا هنا ولا ايه؟ خلاص يا عادل، عديها يا حبيبي. ماشي 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 يا رانيا، عديها. بس لعلمك بقى، انا مش هنزل اجيب شنط من شنط العربيه عشان خاطري عادل. مش هجيب الشنطه بتاعتها، وكلمتي لا يمكن تنزل الارض ابدا. عادل خلاص، المره دي هتنزل الارض، المره الجايه لا يمكن تنزل ابدا. الموقف اللي انتي عملتيه معايا ده مش هنساهولك ابدا. يعني بعد كده هتاخديني معاك يا سيف في جامايكا؟ طبعا بعد الموقف ده هاخدك معايا في كل حته. يس. انت يا جزمه، انا مش قلت لك 100 مره لما تطفحي وتخلصي طفح تغسلي مكان ما طفحتي، ولا اروح اجيب حد من الشارع يلم زبالتك؟ مش انا اللي كلت. حتى لو مش انت اللي اكلتي، انت ازاي تخلي الخدامه تكلمك بالطريقه زي دي؟ خدامه؟ انا خدامه؟ دي ليلة باباكي كوب. يا تعاليلي بقى، تعالي اوعي الحقولي الحقولي. امن ده، انت لو جبتي امن المركزي مش هيقطعك من ايديا. ادي ده ادي ده، الاصواتات بتاعتك جايه. بس هشت، ايه ده؟ ده انا هقطعها، ده انا هنسلها حتت حتت كده. الخدامة دي عاوزة تضربني يا طنط. خدامة ليه؟ شايفاني ايه؟ لابسة قمط على دماغي ولابسة بنطلون كاستور ومشمراه. لا يا حبيبتي، فلوسكي سابق كتير، مش معقول ده اكتر من كده. بصي على منظرك، انتي اسخن من خدامة، بصي على منظرك. ايه، انا كنت لابسه اللبس ده عشان كنت بنظف البيت. تنظفي البيت؟ لا معلش بقى، عشان دي ضيفه عندنا. ضيفه ايه دي؟ منظر ضيفه دي؟ دي تلاقيها ضربه عرفي وهربانه من الولا وهربانه من ابوها. ما هي الزباله دي، ما تجيبش الا الزباله دي. اوه دي فالجر قوي. وكمان بتقولي لي فالجر؟ بس بس يا بس 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 اطلعي بره بره. اطلعي، انت مش بايته عندنا؟ استني عليا بره اختي. دي بوظت لي اعصابي. معلش يا انجي حبيبتي، حقك عليا. بليز يا طنط، ممكن تعملي لي عصير توت بسرعه عشان اريح اعصابي؟ بس ممكن تغسلي الكوبايه كويس؟ تفوت وا انتي تاني. انا اغسل الكوبايه. مجنونه انتي، دي مجنونه. ضربوها بره. خلاص عشان خاطري، خلاص انا. عادل بص يا عادل، بص انت تشوف لك صرفه مع البنت اللي اسمها انجي دي. يرضيك انها تطلب مني لما عليها الجزمه؟ ليه؟ وانا بشتغل ايه؟ عادل، انا اختك سناء، بشتغل ايه؟ بشتغل خدامه. وانا حاولت ان انا اعلمها الادب، لكن دي بنت قليله الادب. انا شغلني طباخه جامي. ويا ريت الوجبات اللي بنعملها بتعجبها، الا في الاخر بتسخر من وجباتي ومشروباتي. ما دام بتسخر من وجباتك ومشروباتك، هبتدي بجد بقى في الفتره اللي جايه احترمها ان شاء الله. احترمها؟ ده انت كده بتشجعها. انا برضو اللي بشجعها يا ماما، مش انتوا اللي قعدتوا كلكم تتحايلوا عليا وعملتوا لي فيها الام المثاليه؟ عادل، اخشى ما اخشاه انه يحصل تاثر عاطفي استهلاكي النزعه، حس ان البنت يا حبيبي سلوكها استفزازي فعلا. يا عادل، دي بتصرف في حوالي
حوالي 300 دولار في اليوم، وانا بصراحه خايفه على البنات يحاولوا يقلدوها ويبصوا للحاجه اللي معاها. بص بقى يا عادل، لغايه كده وكفايه انا خالص بقى، يا ريت بقى تعرف تصرفها. اصرفها ايه ده، على اساس ان هي ايه العفريته انجي؟ فين بنتك نجلاء؟ يا نجلاء، نجلاء. ايوه يا بي، ممكن بس تديني 10 دقايق لحد ما اخلص كوي هدوم انجي عشان قربت تيجي. اولا صاحبتك دي بقى لها اسبوع قاعده عندنا نمبر طعب في الشقه، لا المشكله اتحلت ولا ابوها سال اصلا. يا ابي انت مش فاهم، اصل بابا كان في شهر العسل. اه يا سلام، يعني ابوها يقعد في شهر العسل وانا افضل هنا اخرط في بصل؟ ما تروح تقعد يا ستي في اي فيلا ولا اي قصر من القصور بتاعتهم. اصل هي نفسيا مش قادره تتحمل انها تقعد مع مرات ابوها في بيت واحد. يا سلام، بصي انا من الاخر كده، انا خلصت كل رصيدي من الجدعنه والشهامه بتاعت اولاد البلد، هاتيلي نمره ابوها عشان اكلمه واحرك عنده غريزه الابوه شويه. حاضر، اول ما انجي تيجي هجيب لك الرقم منها. هاي عليكم. وعليكم الهاي يا سيدي. دول الناس اللي انا قاعده عندهم. مش بطلين؟ هو ايه اللي مش بطلين؟ هي بتفرجك على شمسيه وكراسي بحر. تعالى هنا نقعد في الاوضه عندي. استنى هان، استنى حبيبي. زي ايه؟ رايح فين؟ معاها فين؟ انا وهي جوه. على اساس ان انا ربع ساعه ابعت لكم الشيطان ولا ايه؟ انت عبيط يا لا. لا مش عبيط يعني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا. ايه ده؟ ده البوي فريند بتاعي. فريند ايه؟ انتوا بوظتوا الصداقه بمعنى. اطلع بره، اطلع بره، يلا بره بره بره. بجد كده اوفر؟ انا هتصل بامن المبنى. مين امين الشرطه اللي عايش جوه نافوخك ده؟ امن مبنى ايه يا ام امن انت؟ عادل بصي يا نسا انجي، قبل ما افقد اعصابي اديني نمرة والدك لو سمحتي. محدش بيرد برضه. يا دولا ده مستكبر عليك يا دولا، ده انت من اول النهار عمال ترنله وهو ولا هو هنا اهو، ده تلاقيه عم واخد اجازه من الموبايل وقافله. قافل الموبايل وانا عمال ارنله؟ ما تبطل بقى يا رمزي، مش ناقصه غبائك على الصبح، حتى السكرتيره بتاعته كمان برضه ما بتردش. طب يا دولا ايه رايك بقى، يمكن هما الاثنين مزنوقين في المترو والشبكه واقفه. ده على اساس هو والسكرتيره بيقضوا شهر العسل في محطه المرج يعني. ما تتكلمش انت خالص، ما تتكلمش، ما تفكرش يا رمزي لو سمحت. انا مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي عندي دي، واضح ان هي قعدت في قلبيزي خلاص. ابو الرماميز ليك عنده حل يا دولا، ايه رايك بقى انت تجوزها الواد هانك دهون وتبقى خلصت منها. هاني كده هو؟ هاني يا ابني ده مش بتاع جواز اصلا. طب انا يا دولا بتاع جواز وربنا، وربنا انا بتاع جواز، انت احسن حاجه تجوزها لنا واقوم جاي بقى عايش معاك في البيت وتبقى كده وانحليت المشكله. بص يا رمزي، انت عمرك ما هتتجوز لان غبائك واقف في طريقك يا ابني. انا غبي؟ انت فاجئتني يا دولا بالموضوع ده. لا غبي غبي، يعني انا مثلا هسالك سؤال لو ما عرفتش تجاوب عليه تبقى غبي، لو عرفت تجاوب عليه تبقى غبي. ماشي اتفقنا. غبي ماشي. انا دلوقتي ايه هسالك سؤال سهل جدا، يعني ايه دلوقتي الفرق ايه بين النفق والكوبري وزي الصحه؟ لا يا دولا دي صعبه قوي 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 دي. يا ابني سهله يا ابني، انت عشان غبي مش عارفها. النفق احنا بنمشي جواه، الكوبري بنمشي فوقيه. صح يا دولا صح. طب وازاي الصحه؟ زي الفل الحمد لله. دولا مش فاهم حاجه. عشان غبي يا ابني، غبي غبي. والله انا ذكي، والله انا ذكي. طب بص يا دولا اسال سؤال تاني وانا هجاوبك عليه وانا مغمض عينيا. هنفضل مقضينا فوازير يعني ولا ايه؟ معلش يا دولا اسال. طب ايه الفرق بين البطيخه والمشمشه وازاي الصحه؟ البطيخه بنمشي جواها والمشمشه بنمشي فيها. انت عمرك مشيت جوا بطيخه؟ لا يا دولا. اي زيطه جاي فيها انت وخلاص؟ لا يا دولا انا اسف. يلا البطيخه احنا بناكل اللي جواها، المشمشه بناكل اللي براها. صح يا دولا صح صح. طب وازاي الصحه؟ زي الفل الحمد لله. دولا انا مش فاهم حاجه بقى. ما عشان غبي. يلا غبي، انسى موضوع ان انت تتجوز دي خالص، انسى البت دي من دماغك. صح يا دولا نسيتها خلاص. طب بص يا دولا ايه رايك بقى احنا نسم البت دي احسن، ها، من السم اللي هو بيدوخ ده اهو، اللي هو السم اللعبه يعني. انا بتكلم معاك ليه؟ انا اللي غلطان، انا اللي غبي اني بتكلم معاك. لا يا دولا ده انا بقى ده انا بقول نو 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 يا دولا. هو الراجل. الو، محسن باشا، ازاي صح؟ ايوه حضرتك، انا كلمتك اكتر من مره فعلا، انا اسمي عادل سعيد وبنتك عندي. لا خاطفها واطلب فديه. ايه حضرتك؟ لا 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 مش خاطفها ولا حاجه، دي منورانا في البيت. ايوه يا فندم. طيب انا عايز اقابلك بخصوصها لو سمحت.
والله يا استاذ محسن يعني حضرتك ونعمه ما ربيت انجي بنت حضرتك ومثال للادب، ما تتخيلش حضرتك مبسوطين بيها في البيت عندي قد ايه. انا ربيت بنتي كويس قوي يا استاذ، بس للاسف هي طالعه عنيده زي. ايوه صراحه جزمه قديمه يعني. نعم هي انجي مخها جزمه قديمه، بس حضرتك يعني احنا عايزين نصلح بينكم وبين بعض وترجع لك بقى يعني. انا الحقيقه غلبت مع انجي، ما بتحبش لولا خالص مع ان لولا بتحبها جدا. هي صراحه تستاهل انها تحبها لانها بنت ما شاء الله هايله يعني. تصور تصور يا استاذ عادل، انا اخترت لولا دي بعد ما تاكدت انها بتحب انجي ومتعلقه بيها جدا. طيب اسال حضرتك سؤال، انجي ولا لولا؟ ما فيهاش كلام يا استاذ، لولا طبعا. ونعم الاب فعلا حضرتك. تصور حضرتك انا اخترت لولا دي من بين 22 سكرتير، جربتهم كلهم لكن للاسف كلهم طلعوا طمعانين في ثروتي الا لولا. ايوه صراحه يعني لولا ما شاء الله هايله. حضرتك 22 سكرتيره يعني، انت لفيت على معهد السكرتاريه ولا ايه؟ استاذ عادل انا طالب منك خدمه قوي قوي تحت امرك. يعني انا ما اقدرش استغنى عن لولا، وكمان مش ممكن ابدا تفضل بنتي كده بعيده عني، فعايزك تكلمها وتحببها في لولا. احاول حضرتك بس انا ما اعرفش حتى شكل لولا، ما عندكش صوره ليها على البحر مثلا؟ انجي صدقيني بجد لولا دي كويسه جدا. انا ما بطيقش اسمع الاسم ده. خلاص بلاش تقولي لها لولا، قولي لها مثلا سهير، سعاد، سميه، اي اسم يعني. انا مش قادره اتخيل حد يجي مكان مامي. لعلمك انتوا واخدين يعني فكره غلط قوي عن مرات الاب، يعني مثلا مامتك يعني لو في اي حاجه انت عملتيها اكيد هتزعل منك وتزعق لك وكده، لكن مرات الاب حنينه يعني مش هتزعق لك، ده هتداري عليكي. اصلا مامي عمرها ما زعقت لي. بلاش دي. طب انا اقول لك حاجه تانية، هي برضو مرات الاب دي بتعتبر حس معاكي في البيت، يعني مين بيطبخ لك؟ طباخ. بلاش الطبيخ، مين بيغسل لك هدومك مثلا النظيفه؟ سيرفنت. السيرفنت طيب بلاش دول كلهم، مين بيصحيكي من النوم؟ نب. بصي انا من اول ما شفت الصوره بتاعت مرات ابوكي دي صراحه ما استريحتلهاش، يعني انا لو منك ما استوعبهاش فعلا. مش عارفه ابوكي اتجوزها ليه؟ برضه ما بيردش. ما يمكن مزنوق في المترو تاني يا دونا، هو ما حدش عارف يعني. مترو ايه؟ هي اي هيصه انت جاي فيها؟ مترو ايه اللي الراجل طب انت عارف ايه الفرق بين المترو والموتوسيكل وازاي الصحه؟ المترو بناكل اللي جواه والموتوسيكل بناكل اللي فيه. انت بتاكل بني ادمين؟ ده العادي بتاعك بتاكل بني ادمين؟ يا غبي يا غبي، المترو بيمشي بالكهرباء، الموتوسيكل بيمشي بالبنزين. صح يا دول عليك نور صح. طب وازاي الصحه؟ كويس الحمد لله. دول انا مش فاهم حاجه بقى، مش فاهم حاجه. يا ابني عشان غبي، عشان غبي وعمال تعطلني طول الوقت. بس الراجل ده بقى انا مش هسكت له. ايه ده يا استاذ محسن؟ انت هتهاجر وتسيب بنتك عندي ولا ايه؟ انا خلاص ضعت يا استاذ عادل، بقيت على الحديده. ايه اللي حصل؟ السياحه اتضربت؟ انا اللي انضربت. لولا يا استاذ عادل، لولا. لولا اكيد ضربت شهاده ومعهاش معهد سكرتاريه ولا حاجه. لولا ضربتني انا، اخدت كل اموالي ممتلكاتي، مضتني على توكيل واستولت على كل حاجه. خلاص محسن رستم بقى في الكازوزه. ممكن اطلب منك خدمه؟ طلباتك كترت قوي يا محسن يا كازوزه. يعني شهرين ثلاثه كده بس انجي تقعد عند حضرتك لحد ما ارجع اموالي وبعدين انتقم من لولا. ايوه حضرتك كده مش بتنتقم من لولا، انت حضرتك كده هو بتنتقم مني انا يعني. معلش هم شهرين ثلاثه لحد ما ارجع كبير في السوق والعب بالملايين. لا انت هتعمل لي ابو تريكه بتاع السوق يعني؟ ملايين ايه حضرتك؟ ماشي يعني انا هجيب اخري معاك في الجدعانه، خلاص هخليها تقعد عندي الشهرين ثلاثه دول، هعمل ايه؟ طيب خلاص انا هاجي معاك بقى عشان افهمها على كل لحظه. ماشي انا موافق تيجي معايا، بس على شرط حضرتك يعني تيجي تاخد واجبك وتتكل على الله على طول. حاضر حاضر، بس ما تجيش بقى تقعد تقول لي ايه اريح شويه الدنيا تمست. اتفقنا؟ حاضر اتفقنا. يلا اتفقنا. يلا اتفضل يا استاذ مارس. يعني عموما لو شافتك كده افتكرتك عم عبد السواق، ما تقلقش ما تقفش، هي دايما انجي كده تتلخبط. يا انجي انجي. مين؟
بابي؟ أكيد بقى عرفتك بقلبها يعني. أنت جاي هنا ليه؟ لولا لولا يا حبيبتي ضحكت عليا وخدت كل حاجة وخلعتني، أنا بقيت على الحديد، ماليش في الدنيا غيرك دلوقتي. يا جماعة مش كده يا إخوانا، أنا كده خلاص ابتديت أعيط. أحسن يا بابي، عشان الفلوس دي كنت هتفرقنا عن بعض. أيوه صح، لأن الفقراء هم دايما اللي بيتجمعوا ما شاء الله. أنت هتقعدي شهرين ثلاثة عند الناس الطيبين دول. خلي بالك حضرتك هم مش طيبين قوي يعني. شهرين ثلاثة لحد ما ارجع السوق واقف على رجلي. يا دي رجليك اللي مش عارف تقف عليها، منملة ولا ايه؟ خد يا حبيبتي الخمسين جنيه دي، ماشي بيها نفسك شهرين ثلاثة. بابي انا معايا البوكيت ماني بتاعي. اكيد نايمالها على 500 مثلا. 100,000 جنيه. نعم وسكتة. اصلا ما صرفتش وما خرجتش عشان كنت مكتئبة بسببك. عال 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 يا انجي، انت عارفة الامبراطورية بتاعتي دي انا عملتها بكام؟ ب145 جنيه. يعني ال100,000 جنيه دول خلال سنة واحدة هيبقوا ملايين. ايه هتصورهم بمكنة مستندات ولا ايه؟ لا يا استاذ عادل خلي بالك انا لسه محسن رستم كفاءة. ليا اسمي وعلاقاتي في السوق. على العموم انا متشكر ان انت حافظت على بنتي انجي، ولك عندي مفاجأة. لما هبني الامبراطورية بتاعتي تاني من جديد ليك حجز عندي في جزر الكاريبي انت والاسره الكريمه. ايه ده بجد؟ جزر الكاريبي دي بعد دمياط؟ انا عاوزك توعدني وعد تاني خالص، انك لما تبني امبراطوريتك تشغل رجاله بس. بس كده من عينيا الاثنين خلاص، من النهارده اعتبريني انا عدو المراه، مفيش في حياتي غيرك انت يا انجي. ايوه ايوه دولة حبيبي. عايزي يا دولة. اسمع يا عم تعالى عشان عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع مهم ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ عايز اسألك سؤال يا دولة عشان اعرف اذا كنت ذكي ولا ذكي يعني. ماشي حضر لي يعني. اتفضل. بص يا دولة، ايه الفرق ما بين الموز والخوخ وازاي الصحة؟ الموز بناكل اللي جواه والخوخ بناكل اللي براه. صح يا دقرم. طب وازاي الصحة؟ كويس الحمد لله. انت عامل ايه؟ هو بقى دولة كنت انا عايز اقول انا الحمد لله. عايز اقول الحمد لله؟ ايه دول الحمد لله. اطلع بره. الحمد لله الحمد لله. مش هقول لك ازاي الصح. قول له النبي دول. اقول لك ايه؟ قول لي ازاي الصح. الحمد لله كويس. ايه دولة كنت انا عايز. اطلع بره. ازاي الصح؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ اخبار المدرسة ايه؟ خد يا بنت، ما بترديش على بابا ليه؟ مش حاجة يا بابا، متضايقة شوية. متضايقة؟ لا 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 ازاي؟ متضايقة وبابا موجود؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضن الأب حيث الرعاية، حيث الأمن، حيث الأمان، حيث قولولي لي بقى يعني ايه اللي مزعلك؟ انجي صاحبتي. مالها انجي صاحبتك؟ عملت فيها مقلب النهاردة. مقلب؟ مقلب ايه؟ فتحت شنطتي من ورايا وحطت لي فور لعبة في الشنطة. وبعدين؟ بعد كده انا خصمتها. لا 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 بصي يا ياسمين، هي طبعا انجي دي غلطانة انها عملت مقلب زي كده فيكي يعني، بس برضو عيب ان احنا نخصم حد. ما ينفعش ياسمين حبيبتي، ياسمين ما ينفعش تخصم حد. بس هي خلت كل صحابي يضحكوا علي وانا ما بحبش حد يضحك علي. طلع لمامتك يا حبيبتي عندك كرامة. كرامة ايه بس يا رانيا؟ يا رانيا ما ينفعش ان البنت تخاصم صاحبتها يعني، ما احنا ياما صاحبنا وياما عرفنا ناس، لكن كنا بنعمل مقالب في بعض وكنا بنزعل من بعض، لكن عمرنا ما خاصمنا بعض يا حبيبتي. مظبوط يا ياسمين. يعني ايه عمرهم ما زعلوا من بعض ولا خصموا بعض خالص؟ فاكر بومبا يا عادل؟ بومبا؟ ايه بومبا ده يا ماما؟ بومبا مين؟ بومبا يا عادل انت نسيته؟ صاحبك. يعني فاكره يا ماما. ده كان صاحب باباك يا ياسمين، وكان بيعمل فيه كل مقلب ومقلب، انما ايه يطلع من نفوخه. انا مش فاكر خالص يا ماما حكايه المقالب دي. كان بيعمل مقالب؟ طبعا فاكر، لما خلى الكلب يجري وراك وقعدت تجري لغايه ما استخبيت في مدرسه البنات. بتضحك على ايه؟ حكى على ايه؟ اهو ده مثلا يعني عمري ما زعلت منه ولا حاجه، مش كده ماما؟ ايه الواد ده فين يا عادل؟ بقاله مده ما بيتصلش بيك. والله ما عارف يا ماما، انت عارفه بقى الدنيا تلاهي يعني، بس اخر حاجه سمعتها ان هو شغال في السينما. بتهرج يا عادل؟ خس عليك يا عادل يا بيبي، حرام عليك يا
عادل يبقى عندك اصحاب في السينما شغالين في الفن كده ومش تجيبهم عندنا؟ ما انت عارف يا بيبي ان انا من وانا طالبه في الجامعه وانا نجمه وبعرف امثل وفظيعه ومتالقه عندي مواهب. وعايزه اقول لك يا كان ممكن ابقى ممثله سينما عظيمه عالميه وعربيه وابقى نجمه متلقلقه في سماء الفن لولا ان انا اتجوزتك. نجمه متلقلقه في سماء الفن. يا عم جلالي وحكايه النجوم دي. وبعدين انت بقى لو عايزين نشوفك يعني نمسك تلسكوب عشان نبص على النجمه. اوكي افضل انت تتريق كده وخليك ما تعرفش قيمه الست اللي واقفه جنبك. بابا هو صاحبك ده ما بيجيش ليه؟ هو انتوا زعلانين من بعض؟ لا يا حبيبتي احنا مش زعلانين من بعض. ما ينفعش ان انا ازعل من صاحبي ولا اصحابي يزعلوا مني. ده ما دام صحابي ما ينفعش يزعل بينا خالص. طب هو ليه مش بيجي هنا؟ عشان اكيد هو مشغول في السينما بتاعته دي زي ما انا برضو مشغول في البازار بتاعي. طب بيبي بليز والنبي اعزمه عندنا كده علشان يمكن يكتشفني ولا حاجه. ده هيبقى مسلي قوي. ده هيبقى عامل زي توم وجيري. اعزمه. حاضر هشوف يعني هشوف يمكن اعزمه. بيه بيه حرف البيه بيبو مشي. ايه هتخش جوه التليفون عايز ايه؟ دولا انت بتدور على ايه؟ انت مالك؟ انت كل حاجه تحشر نفسك فيها. ايه دولا بس اصل انا يعني شايفك عمال تدور كده. انت في حد بعت لك رساله بمناسبه عيد الشرطه؟ عيد الشرطه؟ خبط في الشرطه خليهم يقبضوا عليك ونخلص منك. ايه دولا انت كده دايما صادتني كده وانا دولا يعني. بس بياهو يا معلم بومبا. مين؟ الو يا بومبا اخبارك ايه؟ اوعى مش انت. لا مش انت ده هنا. انت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انا عادل. عادل مين؟ نسيتني ولا ايه؟ عادل يا عم صاحبك ساعة ما روي الكلب بتاعك قاعد يجري ورايا فاكر وانت قاعد تضحك. بس ايه؟ لا ده كلب تاني. اخبار روي ايه؟ مات؟ احسن يلا ده ظلم ناس كتير يعني. يا عم بهزر يا عم. المهم يا سيدي بص بقى انا مراتي وبنتي اما عرفوا ان انا اعرف حد يعني شغال في السيما وبتاع فقالوا لي طب ما تعزموا عندنا في البيت. والله لا اتجوزت طبعا. ما بقول لك مراتي وبنتي ازاي يعني. المهم هبعت لك بقى العنوان. انت فاضي النهارده؟ حلو هبعت لك العنوان مسج وهستناك يا معلم. ماشي يا بومبا يلا مع السلامه. بقول لك يا دولا يعني هو انت مصاحب بتاع انابيب؟ مصاحب بتاع انابيب اشمعنى يعني؟ اصل انت يعني عمال تقول له يا بومبا. يا سلام وعشان بومبا يبقى بتاع انابيب وانت ذكائك الحركي يعني فاهمك كده. لا يا سيدي ده اسم الشهره لكن اسمه الحقيقي علي وزه وشغال في السيما. شغال في السيما واسمه علي وزه؟ ايه هتتريق على اصحابه ولا ايه؟ طب ما انت اسمك زفت رمزي وشغال في بازار وغبي ومش فاهم حاجه عادي. يا سلام. طب بقول لك يا دولا هو انت عازم علي بطه دون عندك في البيت؟ ايه هتتريق على صاحبي وعلي بطه بدل ولا انا مش عايز اسمع كلام خالص. عازمه في البيت عايز حاجه؟ لا دولا دولا هو انت ليه ما بتعزمنيش عندك في البيت يا دولا؟ واحنا مش اصحاب. انت مش صاحبي. انا يعني بص اليوم كله هتفضل معطلني باسئلتك. انا عندي مكالمات يا ابني عايز اعملها. انت مش صاحبي يا رمزي مش صاحبي. انت قدري يا ابني غصب عني بتقبلك يعني دي ذنوب الواحد بيخلصها في دنيته ويا رب اخلصها. ابعد عني بقى عايز اعمل تليفونات. ماشي. النهارده بقى ياسمين في واحد من اعز اصدقائي هيجي يزورنا. انا عايزك تعرفي ايه هي معنى الصداقه. ماشي. شكله هو اللي جه. روح تعال. ايوه انا مش فاهم. انا ايه في ايه؟ في ايه؟ عدوله مش معقوله. عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبار ايه يا عم؟ خش ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبي عامل ايه؟ ايه طنط شكلك اتغير شويه بس الباروكه زي ما هي. ازيك يا سناء؟ ازيك يا رخم؟ رخم اكيد انت بنت عادل مش كده؟
ايوه يا سيدي، دي بنتي ياسمين، والحمد لله ان انا لحقت اخلفها قبل الخضه اللي انت عملتها لنا دي. مين حضرتك؟ دي يا سيدي نجلاء، اخت مراتي. اه بجد؟ انا مبسوط بجد قوي يا عدوله، انت جمعت عيلتك كلها النهارده عشان تتعرف عليا؟ ولا جمعتهم ولا حاجه يا سيدي، هم كلهم قاعدين عندي هنا في البيت. ايه؟ كل دول قاعدين معاك؟ يعني راجل وشويه ستات؟ راجل وست ستات يا سيدي، وموضوع كده وهبقى فاهمهولك بعدين. مستر بومبا. دي يا سيدي مراتي، وبتعمل كده ليه؟ موضوع فهمهولك برضو بعدين. اوه ازيك يا سناء، عامله ايه؟ لسه بتخافي زي ما انتي؟ ايه بخاف دي؟ انا ما بخافش، انا خوف استاد بالجماهير باللعيبه كمان، قال بخاف قال. يبقى اوفر زي ما انتي. وانت عامل ايه عدوله؟ شغال فين دلوقتي؟ انا يا سيدي عندي بازار. بازار ازاي يعني؟ ايه اللي بازار ازاي؟ بازار يعني محل بنبيع فيه تماثيل وحاجات زي كده للسياح يعني. ها وانت يا ياسمين عامله ايه في المدرسه؟ شطوره ولا طالعه زي باباكي بازار؟ لا شطوره زي باباكي. ايه نهار اسوح على الكبسه، نهار اسوح. وانت بقى شغال ايه في السينما امال؟ شغال كاميرا؟ تلاقيكم برس وصامت كمان. برس متحرك لو سمحتي. بعد اذنك، انا اللي بعرف الاحداث في السينما، انا اللي بعمل، انا اللي بصمم المعارك في الافلام. هو لسه في معارك في الافلام؟ طبعا، حرق غرق دم، كل حاجه موجوده، ساسبنس. هي الشنطه دي فيها ايه يا عمو؟ فيها عده الشغل، تعالى ما اوريكي. البسي ده. شفتي يا ماما؟ شفتي طول عمره رخم وبيجيب الحاجات اللي بتخوف دي. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش. ايه يا ابني طول عمرك بتعمل حركات كده ليه؟ عقدتلي البيت. لسه اللي جايه. يا رخم يا رخم. روحي يا اختي افتحي الباب، روحي. فيه يا رمز؟ ايه ده دولا؟ انت جبت حيوانات في بيتكم يا دولا؟ حيواناتي يا ابني انت مش عارفهم ولا ايه؟ ايوه دولا، مش ده وانا سيد قشطه وده ابنه. ابنه ايه يا اهبل؟ دي ياسمين بنتي. ياسمين بنتك؟ هي اتحولت؟ بصي عمر دماغه ما هتجيب، عمر دماغه. اقلع يا ياسمين، اقلع الماسك يا ياسمين. الحمد لله يخرب بيتك. ده لا عمرك ما روحت ملاهي يالا يا رمزي. ملاهي ايه بس يا دولا؟ وانت بتديني حاجه يا عم علشان اروح اي حته؟ ده انت معذور يا دولا علشان البازار بتاعك المقشفر. ولا 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 ايه ايه ايه؟ بديك فلوس ايه؟ ده انا بديله فلوس بالهبل والله يا رانيا، ما انت عارفه يا عارف ده ما بديلوش اقل من 2000 جنيه في الشهر. ايه ده بجد؟ فعلا شكله تحفه. 2000 جنيه مين يا دولا؟ وانت مشغل حد تاني معاك في البازار يا عم؟ هبقى فاهمك بعدين بعدين. بس تصدق يا دولا صاحبك ده في حاجه في وشه، تحس كده ان عنده عمق انساني. انا؟ ايوه بص بص عامل ازاي؟ انت يا ابني هايل جميل، تنفع قوي في ادوار الشر. ربنا يعمل بيتك يا رب، ادي الناس اللي بتقدر الناس اللي زيهم. شر ايه؟ شر جميل. ايه وبتاع ايه؟ لا انت فاهم غلط، ده بكتير ويعمل دور الغبي وهيبقى متميز فيه، ما تقلقش يعني. صدقني يا دولا بجد، بص بص ناحية وشه، بص كمية الشر اللي جواه مش طبيعي. انا شخصيا خفت دلوقتي، مش طبيعي. طب ما احنا فيها اهو، احنا نمثل مع بعض، انت هتعمل دور الراجل الطيب وانت هتعمل دور رئيس العصابة. ايه ده؟ هو ممكن هنا؟ ده السينما طلعت سهلة خالص. طبعا كل شيء متاح مع بومبا ملك الاكشن. يلا هنبتدي. بص هو هيخش عليك دلوقتي، هتلاقيه رافع حجمه، اوعى تشك فيه خالص. بعد كده هتلاقيه بيهجم عليك ماسك سكينة، برضه اوعى تشك فيه خالص. هتلاقيه هجم عليك بالسكينة وهينزل عليك. ايوه
ساعتها بقى ممكن تشك فيه. صدقني اوعى تخاف منه، هيهجم عليك تروح انت هاجم عليه وتروح شايله وتروح شيله بيله وهوب ترميه من البلكونه. ايوه كده بقى يا اخي، يعني الواحد يستفيد يخلص منه وارميه من البلكونه. قول اكشن. اكشن ايه يا دوله؟ اكشن ايه يا دوله يا عم ابني؟ بيقول لك ارميه من البلكونه يا دوله. لا ده انا لسه صغير يا دوله بقى. صغير انت تعمل لي فيها عيل؟ ياض ده اكل عيش يا ابني، ده شغل. يلا عشان ارميك من البلكونه. المهم بقى اما ارميك من البلكونه تبقى تطلع لي تاني عشان ارميك تاني، نقعد نعيد لغايه ما اخلص منه. لا بص انا مش عايز امثل يا عم، مثل انت لوحدك. للاسف مفيش خيال سينمائي. انا عندي خيال سينمائي يا مستر، حتى شوف. ترام 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 ترام. اهي المفروض بقى دي اللي ترميها بالبلكونه. عندك دور ليا؟ طبعا عندي دور. لفي كده. عندي دور خدامه. خدامه انا اعمل دور سيرفنت؟ لا انا ما قلتش سيرفنت، انا قلت خدامه. مش هنقعد بقى نعك. ثم دور الخدامه عندي ده دور مهم جدا، بيحرك الاحداث وبشكل عشوائي. لعلمك بقى دور الخدامه ده هيليق عليكي جدا وهتعمليه بطبيعيه وبرومانسيه. ممكن تخرصي انت يا سناء؟ اخرص قصاد يا رانيا. لا بحسن. هتتكلموا مع بعض ولا ايه؟ وبعدين قالت تخلصي يا عادل. تخلصي يا عادل. ها خلاص، وبعدين هتقعدوا تفضحونا قدام اللي ما يسواش واللي ما يسواش؟ يلا اتفضلوا خشوا اتفحوا. شكرا يا رانيا. يلا اتفضلوا الغدا. يلا اتفضلوا الغدا، هناكل كلنا. وعاملين حاجه جميله ودمها خفيف. هذا رانيا اللي طبخه يا سيدي. اتفضل، عامله فراخ بالحركات، وعامله دي كوسه، وفي عندك هنا اهو كمان ده سلطه، وفي عندك وعندك هنا اهو سيرفيس بقى انت ممكن. ايه يا جماعه خليكم فريش. يا دولا الموبايل اللي مصدعنا ده، وانا يا دولا ما ترميه احسن يا عم. انت مين اللي انت منفض له ده؟ انت بتزعق لي انا على الصبح انا ولا ايه؟ صداع يا دولا. ولا ده زفت الطين بومبا يا راجل. انت لسه ما تخلصتش منه يا دولا؟ مش كنت عرفت الاول اتخلص منك انت؟ شوف انا مستعجلك بقى قد ايه. طب ليه كده بس يا دولا؟ والله العظيم يا ابني انت مش هتلاقي حد يحبك وامين عليك غير يا دولا. ده اهو بص، ربنا بعت لك بومبا هون علشان يعرفك قيمتي. قيمتك انت؟ قيمتك يا ابني 3 تعريفه بالكتير يا ابني. قيمه ايه يا ابو قيمه؟ شكله مش هيسكت، لازم ارد عليه. الو يا بومبا. كنت عامله سايلنت يا سيدي، كنت عامله سايلنت لان عندي شغل كتير. عندي شغل كتير، سياح مالين البازار ومش عارف افضى يعني عادي. ايه؟ لا مش مروح البيت النهارده، يعني هروح متاخر قوي عن النوم يعني، لان عندي شغل كتير وسياح هنا اهو. بص ايوه يس 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 نو 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 يس خلاص ماشي، هكلمك بعدين اول ما افضى. اوكي يلا سلام 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 سلام. حلقت له يا معلم. ايوه كده. بقول لك يا دولا انا عايز احلق انا كمان على فكره. ياسمين ايه ده؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ ايه ده؟ ايه اللي ربطك كده؟ استنى انا هفكك بقى. ايه اللي عمل فيكي كده؟ يا نهار اسوح. وايه ده؟ وحبل تخين كده؟ دولا حبيبي ايه؟ بنامي خيالها السينمائي بلاعب بنتك. انت اللي مكتفه كده وتقولي بنامي خيالها السينمائي، وبعد شويه تكلمني وتقولي انا طالب فديه عشان تنمي خيال انا السينمائي. المهم يا عدوله انا جعان قوي، انا بقالي 10 ساعات بلعبها ومراتك كل ده تعمل اكل في المطبخ. انا عصافير بطني صوصوت. انت مش هتبطل برشات على الخلق كل شويه تاكل عند حد؟ وايه المشكله يعني؟ ما طالما في كروديات زيك اعمل اللي انا عايزه. كروديات وبتقولي كلمه زي دي وقدام بنتي؟ ماشي يا بومبا. لا يا عادل سوري بجد، مش هينفع كل يوم اقف في المطبخ بالساعات عشان اعمل اكل صاحبك السمك ده. بابا هو يعني ايه سمك؟ سمك يعني بايخ يعني رخم يعني غجت. تلاقيش يا رانيا، اوعدك ان دي اخر مره يدخل فيها البيت ده. وانت هتعرف تتخلص منه؟ فاكر زمان لما معرفتش تخلص منه وعملنا له عمل؟
ايه يا ماما، بس المره دي ان شاء الله مش هنضطر نعمل له اعمال ولا اي حاجه. انا عندي خطه باذن الله ما تخرش الميه. وانت يا ياسمين، البنت صاحبتك اللي انت اتخانقتي معاها دي وقلت لك لا ما ينفعش تتخانقوا مع بعض ولازم تبقوا اصحاب والكلام الفارغ ده، لا اتخانقي معاها وبايديكي وبالبنيه وفي مناخيرها، مش عايزك تسكتي لاي حد. ها اتخانقي بالبنيه. عليه ده جميل قوي. ما فين بقى السياح المفروض ان هم مالين المكان ومرشقينه في كل حته؟ السياح دول مش بيجوا في اي وقت، يعني دول ليهم مواعيد وليهم برامج وليهم جداول. انت فاكر الحكايه سبهلله كده يعني؟ بس انت بقى واضح ان ربنا فتحها عليك قوي يا دوله، ده انت طلعت مش سهل. هو صراحه انا مش سهل ومش صعب، انا دايما ببقى مواري بالباب. سياح ومواعيد وجداول، وايه بقى اللي نايم التحفه ده مع نفرتيتي؟ ده اصله تعبان معايا طول اليوم النهارده في الشغل، فعشان كده مقايل شويه هو ونفرتيتي. ازاي الكلام ده؟ طب والناس تقول ايه؟ في سمعه المكان، سمعه البازار. يعني انت قلقك قوي سمعه المكان وسمعه البازار، مش خايف على سمعه نفرتيتي؟ انا والله قلقان على سمعه كل التماثيل اللي في البازار، لدرجه اني بفكر اجيب حد يقف معايا هنا في البازار. بجد؟ طب ما انا موجود اهو، انا ممكن من بكره الصبح اجي اقف لك في البازار. تقف فين يا؟ اوفر ماي بادي على جثتي. سيبتك كسرت تمثال. يلا يلا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ انا مش فاهم انا. بس 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 يلا. امال انت بقى يا عم بومبا فين بقى الافلام وفين الاخراج ومشاريعك الضخمه؟ انت صايع بقى ما وراكش حاجه. اصل بصراحه بجد يا دوله مزنقه معايا اول يومين دول، مش عارف ايه اللي بيحصل. تخيل تخيل بيقولوا عليا انا ان انا نحس، كل ما حاجه تفرع في لوكيشن وتنفجر وتيجي في عين حد زي السقه يقول لك بومبا السبب. هو انت كنت في فيلم السقه؟ لا بس اتهموني فيه. طب والله الناس دي بتفهم. ناقص تقول لي كمان انت بتفهم. لا بقول لك ايه، احترم نفسك، انت هتبقى صبي عندي، احترم نفسك. ولا 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 ايه يا رمز؟ ايه يا رمز؟ انت هتزعق لصاحبي هنا في البازار وقدامي ولا ايه؟ ما انت شايف دوله بيقول ايه يا دوله. خلاص خلاص اتكل على الله. دلوقتي يا استاذ بومبا انا بفكر يعني في المشروع ده، مشروع ضخم جدا مش سهل خالص، بفكر ان انا انتج فيلم وانت اللي تخرجه. بجد؟ ابوس ايدك بجد، ربنا يخليك ليا بجد يا عدوله، انت اللي هتنتشلني من الوحده. خلاص خلاص انا كنت عارف كده من الاول. ايه يا دوله انت اتجننت يا دوله؟ هتخلي الغبي ده يخرج لك فيلم يا دوله؟ لا وبعدين انت جبت فلوس منين اصلا؟ انت بتكسب من ورايا؟ ولا 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 انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ايوه دول مزيبي. هناك هناك يلا ست ست نو جود بوي جود بوي. اسكت خالص، هو عارف بيعمل ايه. المهم افهم من كده ان انت موافق؟ طبعا موافق. هنبتدي الشغل من امتى؟ بس للاسف في مشكله صغيره. يعني مشكله ايه؟ انا اصلي عارف كنت مهتم بالموضوع ده جدا، لدرجه ان انا جبت كاميرا مخصوص للتصوير. عارف جايب كاميرا يابانيه من اليابان. دي على كده اصلي. امال ايه، انا اجيب كل حاجه من بلدها، يعني اجيب الكاميرا من اليابان، اجيب الجبنه من دمياط كده يعني. بعد ما جبت الكاميرا للاسف حصلت مشكله كبيره قوي. ايه اللي حصل؟ مفيش، انا ما كانش عندي مكان احط الكاميرا فيه، فديتها لام ابراهيم جارتنا يعني تشيلها عندها يعني. ام ابراهيم مين؟ ام ابراهيم دي واحده جارتنا، ست لطيفه جدا، اديتها الكاميرا بس للاسف مسكت في الكاميرا ما رضيتش تدهاني تاني، مش عارف اعمل ايه. لا معقوله؟ معقوله دول خلت ام ابراهيم تعمل كده؟ لا يا عم انا مش مصدق على فكره. انت بتتكلم تاني ليه؟ اي اصل هي ما انا قلت ايه؟ نو هي امينه. نو 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 هناك هناك هناك. اقعد اقعد اقعد. طب هتعمل ايه يا عدوله دلوقتي؟ مش عارف مش عارف. امال فين بقى خيالك؟ بقول لك ايه، انت اللي هتجيب الكاميرا يا منعم. منعم؟ منعم مين؟ اجيبها ازاي؟ ها امال فين خيالك السينمائي يا معلم؟ بص يا معلم، انت هتطلع على الشقه بتاعت ام ابراهيم، هي عندي في العماره واخد بالك، مفيش حد عند ام ابراهيم خالص الساعه دي. هتدخل على الصاله هتلاقي ام ابراهيم تجاهلها كانها مش موجوده، هي مش موجوده في الصاله دلوقتي خالص. هتمشي شويه بعد ما تعدي من الصاله هتلاقي الاوضه بتاعتها، مفيش حد خالص، هتلاقي الواد ابراهيم ابنها.
تجاهله تماما. هتلاقي شويه عيال تانيين اخوات والواد ابراهيم برضو تجاهلهم. المهم هتوصل للكاميرا جنب اوضه النوم في الكومودين بتاعها. هتاخد الكاميرا، مش هتاخد الكومودين، وهتاخد الكاميرا وتجيلي وانا على الباقي يا معلم. جايلك يا ام ابراهيم. عادل، انت متاكد ان هو موجود دلوقتي عند ام ابراهيم؟ ايوه، انا بعته لقدر بايدي. بابا مش حرام عليك اللي بتعمله في اونكل بومبا؟ اه حرمه عليه عيشته، ده بومبا ماشي. حرامي حرامي فين الكاميرا يا وليا؟ عملت ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا دولة. طب اتكل انت على الله، انت هتبقى على اشارة يا رمزي. ماشي، اشارة دي مش اشارة. يا غبي، امشي هنديلك. الحقوني 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 يا استاذ عادل، لازم حرمت عنك البيت. حرامي ازاي يجي البيت وهو عارف ان انا ساكن في البيت ده؟ انت اتجننت ولا ايه يا حرامي؟ الحق يا عادل، انا شحورت الحقوني. عادل مين يا حرامي؟ وعشان سمعتها بتقول اسمي، بتقول اسم انت كمان كأنك صاحبي يعني؟ لا لا لا، والنبي يا عادل وديني الاسم ارحم ارجوك، انا مش عايز اموت. اسم مين؟ انا رمزي. مين ايه يا غبي؟ تعالى يالا، خشوا يا رجالة. ها جبت رجالة؟ هم تقدولة. بص يا جماعة، عد 1 2 3 بدأوا ضرب. 1 2 3 اضرب. مش ده، مش او ده احسن.